طالع وما هو جيت النهارده مره كنت على طول عادي. هترجع تكتب تاني؟ هترجع ترسم تاني؟ هرسم وهرجع اكتب الموضوع. بس انا لسه خارج من ساعات، فاللي هو اروح انام واصحى الصبح نعمل حاجة اللي احنا عايزينه. بس لا لا والله انا تمام وزي الفل، ما فيش اي حاجه، والحمد لله الحمد لله انا صحتي كويسه والمعامله كانت كويسه جدا سواء من كل الجهات وكل ده. والله هو يعني في الاول كان عشان رسومات، وبعد كده دخلت فيها حاجات تانية، فالموضوع معقد شويه، بس هو اتلم وخلاص والدنيا بقت تمام والحمد لله يعني. طيب الكتاب مستمر في لحد لا الرسومات الورقه شغاله يا جماعه، والكتاب او الكتابه شغاله، كل حاجه شغاله. ما والله العظيم ما بوصل انا بقر بس. لا والله ماشي يا زلمه، لا لا اوعى توقف الورقه. الحمد لله على سلامتك. لا 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 ما فيش الورقه مش هتوقف، والورقه مكمله واحنا مكملين وهنرسم ونقول اللي احنا عايزينه، والدنيا ماشيه ما فيش اي مشكله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك.